حصل شيء غريب جدا هذا الأسبوع، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن اعتبار لاعبي دول شاميين محليين، والكابتن عصام عبد الفتاح خرج علينا في مداخلة مع أحد الزملاء الأفاضل وقال إن ده هيطبق من ديسمبر القادم. إحنا عندنا هنا في مصر 4 لاعبين أجانب واثنين فلسطينيين واثنين سوريين، كل فرقة فيها 4 لاعبين أجانب غير مصريين واثنين سوريين واثنين فلسطينيين، الاثنين يبقى عندك 2 سوريين او 2 فلسطينيين او سوري وفلسطيني، يبقى عندك 6 لعيبة. طب لما تعتبر لعيبة شمال افريقيا لاعبين محليين ايه اللي يحصل؟ ممكن يبقى اللي في الملعب مفهومش ولا لاعب من اللاعبين المصريين. هل ده مقبول؟ هل ده في صالح الكرة المصرية؟ هل ده في صالح المنتخبات المصرية؟ هل احنا وصلنا من الدرجة والرفاهية والاقتصاديات كرة القدم العالية انك يبقى عندك فرقة كاملة من خارج مصر؟ هل احنا بنحط قواعد زي ما بيحصل في البريمير ليج ان يبقى اللاعب اللي جاي عندك لعب 75% من مشاركاته مع منتخب بلاده؟ كل ده غير موجود بالمرة بالمرة بالمرة، فيش اي حاجة. الاسبوع ده سمعنا كابتن عصام عبد الفتاح في بعض المواقع سيتم اعتبار لاعبي شمال افريقيا محليين في ديسمبر. مستعجل عليه كابتن عصام؟ كابتن عصام طبعا ممثل الاتحاد المصري في اتحاد شمال افريقيا، وقال ان بالفعل كان هناك اجتماع لاتحاد دول شمال افريقيا في شرم الشيخ على هامش اجتماعات الكاف وتم طرح هذه الفكره، وقال هناك اتجاه كبير لتفعيل هذا القرار في ديسمبر المقبل. وقال ايه بقى؟ خد حق الانديه كمان وقال لا اظن الانديه سترفض الامر، الانديه تسعى لضم عناصر اجنبيه والجميع سيكون مستفيد من الامر. مش فاهم يعني ايه الجميع سيكون مستفيد من الامر. انقسامات داخل الجبلية بسبب لاعبي شمال افريقيا. النهاردة هقول لكم الانقسامات ديت مين مع ايه ومين مش مع مين، واخبار عديدة ومتنوعة عن احداث اعتبار لاعبي شمال افريقيا لاعبين محليين. لكن كان قمة الامر لما جه الاتحاد التونسي وطلع بيان رسمي، وما بيسموه هناك بلاغ، بان المادة 7 منه وقد تتراكم موصل الاندية لمقترح الجامعة واتحاد شمال افريقيا لكرة القدم الخاص بحرية انتقال اللاعب المغاربي اللي هو تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر، وعدم اعتباره لاعبا اجنبيا، وتمت المصادقه بالاجماع. يعني ممثل مصر في هذا الاجتماع كابتن عصام عبد الفتاح وافق بالاجماع. معلوماتي ان الدكتور كرم كردي عضو مجلس اداره